الحاجات دي. فين عيش ده؟ مفيش عيش. راحوا الكنيسة وما حضروش اللي بيحصل. خلاص ابراهيم عليه والله. ينفع ينفع من غير حلاوة زبادي يا زبادي؟ ولا حلاوة؟ مفيش حلاوة بالقشطة؟ ده شو يا ابني ده يا عم شو ده؟ ولا هتصور دي ولا هتصور ده؟ بما انك معتصم ممكن تفسر لي اللي بيحصل؟ والله احنا الحمد لله بكل حاجة بنعملها معارضة لأي نظام. بيجينا تمويلات الحمد لله، يعني ساعة ما كنا في التحرير كان بيجينا تمويلات من كنتاكي، دلوقتي بيجينا تمويلات من خير زمان طبعا. الحمد لله الاخوه في العالم الخارجي الحمد لله الحمد لله. شاي وسكر كمان يعني. الاخوه النبي يا جماعه بس عشان الناس نوضح موقفنا بهدوء، يعني الاخوه في بلاد بره طبعا، دي امريكاني طبعا، الصهاينه والامريكان بيمدونا الحمد لله بالحاجات دي. انا بس في حاجه بمناسبه دي مستغربها، زي الجنزوري يقول لك ان العالم خزننا. انت بتقول العالم عايز يهدك، خزلك ازاي في التلميذ؟ يبعت لك فلوس يهدك، بعت لك فلوس بس يعني. في سؤال ملح هنا يا استاذ محمود، يعني ليه اخترت يوم 13/13/2013 للعصام بتاعك؟ اقتداء برضي الله عنه وارضاه بتوفيق عكاشه. الاساس على فكره احنا عايزين نهد البلد الحمد لله بتوفيق الله. هذا بفضل ربنا. بتوفيق الله ولا توفيق عكاشه؟ هذا فجور وفسق وكفر من واحد سلف. البلد فعلا معمره جدا، يعني من كتر التعمير في البلد عايزين نهدها. طبعا الناس فاهمانا غلط، احنا عايزين نهد مش عشان الهد في حد ذاته، لان كل شيء لما يكتمل اكيد بيهد، فاحنا نهد ونبني من جديد. طب انا عايز اعرف ليه بيرتبط الاكل باي اعتصام؟ يعني ليه لما يكون في اعتصام لازم يبقى في اكل؟ سؤال وجيه من شاب ما بيفهمش. الاكل الناس قاعده بتاكل وبعدين قطع الفم لانه هم خايفين للثوار، خايفين للثوار لو ما كلوش يروح ياكل جنود الامن المركزي او جنود الجيش. بس برضه تنويه هام جدا، ان من اهم قيادات هذا الاعتصام او هو القائد الاعلى لهذا الاعتصام ايمن الظواهري او ايمن مصطفى سابقا. هو راجل برضه محسوب على السلف الصالح، يعني من المعترضين والكلمه بقى لسه ايمن مصطفى. فعلا محسوب على السلف الصالح لانه السلف فلوس مني، انا شفته جاب فيها كوره. دايما ممكن يعني في ادعاءات ايمن الظواهري دي الاجنده الصفراء بتاعتنا. بتقول ان انتوا يعني في حد بيحرككم، في اهداف خفيه، في اجندات عندكم. والله في في حاجات بتحررنا ولا تعبانه بصراحه يعني. لا هو هي رساله بتوصل. هو ازاي اي حد عايز يعتصم يجي لنا الوقت احنا نقول له حقيقه الاعتصام؟ انا عايز اسال يعني ايه علاقه الجبنه واللانشون وليه الجبنه شيلت بالاعتصام بتاعكم؟ لا يعني جبنا الجبنه اكل خفيف عشان جبناكم تعتصموا. ايه هي دي الجبنه؟ حضرتك فكرتني يعني تفسير القذافي للديمقراطيه لما قال ديموكراسي. بالظبط ديمو على الكراسي. جبنا الناس تعتصم. واخر القذافي كانت ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانا نتمنى نفس النهايه السعيده. احنا يعني معانا النهارده يا جماعه اطول معتصم في العالم. تعلق بعد ما ياكل يا جدعان عشان ده بقى اسبوع. ازاي انت مش هتعلق وانت اطول حد؟ المفروض انت هتعلق عشان تعليقك ده حد شرف طول. اعتصم جزء منه. هو الاول بيتصور. انا على فكره معتصم النهارده كل ما كده الثوره كنت معتصم من في البيت نص ساعه. النهارده طلعت نايم كل من البيت معتصم كل وانا. ازاي عرفت تحضر من غير ما نفتح لك فتحه في السقف؟ لا ما اتصرفت هنا بتاعه ودخلت في النحات ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا شايف الراجل اللي حمل التمويل وجابه لحد المكتب ممكن نعرف منك التمويل اخواني. حقيقه ابوه اخواني. لا لازم تقول ان هو ابوه اخواني. يعني هناك اتهامات تقول ان هذا التمويل تمويل قطري وطالع من الجيش عشان هو اخواني. ده حقيقه. اعتراف ضمني ورسمي. اعتراف ضمني وصريح. وعنده اجنده صفراء على فكره. اجنده برتقالي. احد المعتصمين ظهر ملقى على الارض. ممكن نعرف بس منك يعني دي هل ده اسلوب في اعتصامك بتحاول توصل برساله؟ كلهم معتصمون حتى يسقط الفلول. لا تعليق.
احنا معانا النهارده كافه القوى السياسيه مشاركه في الاعتصام من بينهم السلفيين. انتوا معتصمين معانا ليه؟ ما انتوا رافضين الخروج على الحاكم دلوقتي. انا والله يعني معتصم لان الحاكم بتاعي هو اللي تم الخروج عليه، فانا يعني انا مع الحاكم بتاعي استاذ، يعني انا النهارده بعمل اعتصام نبوي وبعمل اعتصام الحضري وبعمل اعتصام في بوابه رفض، بعمل كل الاعتصامات اللي ممكن الناس يعني تعملها، واعتصام عبد الدين. ومعانا برده الفلول برده خارجين معانا في القصه دي، مؤيدين الرئيس السابق. انت تعليقك كده؟ انا عمري ما كنت ممول ولا انا اكون ممول. يعني انت مؤيد الرئيس مركز العربيه من مصروفي. ربنا يوفقك.